مواضيع كتيرة بشوفوها رجال تافهة وما بيشعروا بأهميتها، لكنها في منظور الجنس الآخر إلها بالغ الأهمية. على سبيل المثال، اعتقاد الشريحة العظمى من المجتمع إنه اسم المرأة عورة، وإنه من الأشياء اللي يجب الحرص الشديد على أن لا يعرفها أحد، مثل كتابة اسم العروس على كرت الدعوة. خلينا نسأل الناس ونشوف آرائهم حول هذا الموضوع. يعطيكم العافية. ممكن أسأل سؤال؟ شو رأيكم بوضع اسم العروس على كرت العرس؟ زمان كانوا يقولوا إنه واحد يقول اسم مرته أو اسم أمه، يعني شوي صعبة. شو رأيك؟ عادي عادي عادي، ما في لا لا عادي. طب شغلة تانية، خليني أسألكم سؤال تاني عن النقوط. نقوط العروس، أنت مع إنه تاخذوا الزوجة ولا الزوج؟ ما هو كان هي ولا هو، كله نفس الإشي، يعني ثلاثينين، ما هو للزوج أو للزوجة، آخر دوم بطلع وبشم الهواء فيهم شهر عسل. أخذ وأحط بجيبته. يعني أنت شايفة إنه لازم من الزوج ياخده عادي، ما في مشكلة؟ هو نفس الإشي، ما في مشكلة، بطلع وشمت هواء فيه وخلص. يعطيكم العافية. الله يعافي عمرك. يعطيكم العافية. بدي أسألك سؤال، زمان كانوا يقولوا إنه واحد يذكر اسم مرته إنه لا كتير عيب. هلأ شو رأيك بوضع اسم العروسة على كرت الدعوة؟ بتأيد أنت مع ولا ضد؟ لا ضد. ليش؟ ما بعرف، هيك العادات، لأنه إنه ما لازم ينذكر اسم هاي. مزبوط. شكرا، يعطيك العافية. زمان كان إنه واحد يذكر اسم مرته كتير شي عيب، يعني هلأ صاروا بكروت الدعوة للأعراس بحطوا اسم العروس بدل وكريمته. شو رأيك أنت مع ولا ضد؟ والله مع، عادي، يعني هلأ صار كل شي عادي، فري عادي، ما في مشكلة. حضرتك مع إنه ينحط اسم العروس على كرت الدعوة؟ عادي. أوكي، يعطيكم العافية، شكرا. أنت مع ولا ضد إنه ينكتب اسم العروس على كرت الدعوة؟ ضد. ليش؟ لأنه في أصدقاء، في هذا، ما في داعي، يعني لو أقارب أوكي. يعني بالك هيك هيك مش رح يعرفوا اسمها يعني من غير كرت عرس؟ يعرفوا أكيد، بس ما بعرف، بالنسبة لي لا. والله شوف، يعني هو رغبة العرسان، يعني يا بينكتب يا ما بينكتب. أنت متزوج؟ إن شاء الله. رح تكتب بدك تتزوج يعني؟ ان شاء الله على خير. بتقرر انك تكتب اسم عروستك على الكرت الدعوه ولا ما بتحب؟ والله بجوز اكتب على السياره، ازينه بالسياره اسم العروس. في كتير من العرسان بيحطوا اسم العريس واسم العروس، كان زمان ما يحطوا الاسم. انت مع ولا ضد انه ينحط اسم العروس على كرت الدعوه؟ مع. مع. طب والناس اللي بتقول لا انه ما بيصير اسمها ينذكر على الكرت؟ ايش يعني شو فيها؟ هيك هيك راح نعرف اسمها لما بالصاله بروحوا، مش بيحكوا اسم العريس واسم العروس؟ شكرا، يعطيك العافية. انت مع ولا ضد انه اسم العروس ينكتب على كرت العرس؟ كان زمان عيب كبير انه حدا يعرف اسم العروس، هلا لا عادي مع. والناس هلا بسأل ناس بيقولوا لا انه انا مش مع، عيب انه ينذكر اسم. لا ليش عيب، بالعكس، يعني بتضل هالمرأة مرأة لها قيمتها ولها احترامها ولها قيمتها بالمجتمع، ومو غلط ينحط اسمها وين ما كان ينحط اسمها. أشكرك كل الشكر. أسألك سؤال، بدي أسأل عن كرت العرس. حضرتك متزوج؟ متزوج. كتبت اسم عروستك على كرت العرس؟ لا ما كتبت. شو السبب؟ عادات وتقاليد. شو هي العادات والتقاليد؟ احكي لي. ما بصيرش الواحد يسجل اسم مرته ولا هذا. طب بالصالة ما هو بينعرف اسمها، المرات بكتبوه على الكيكة أو بعدين الناس بيعرفوا. عملت عرس عرفت علي، بس ما كملتوش. لا. إن شاء الله ربنا بيعودك خير. شكراً لك. عادي مش فارقة. في ناس هيك الأجيال القديمة شوي وحتى شباب هالأيام بيقول لك لا إنه عيب ينذكر اسمه. اسم يعني بده يتنادى باسم، يعني آخر شيء بتنادى باسم الواحد باسم أمه، فالاسم عادي ما في عيب، عادي الاسم. شكراً، يعطيك العافية. أنت مع ولا ضد إنه ينحط اسم العروس على الكرت؟ أكيد لا ما ينحط. ليه؟ أول إشي زمان لأنه كانوا إنه يحطوا اسمه وإنه كريمته كانوا يكتبوا، فهلا لا إنه ينحط اسمه لحاله
احلى، وهيك انه بيكون كمان بهجه للكل انه يعرفوا شو اسمها، فهيك هي. شكرا، يعطيك العافيه. انت مع ولا ضد انه ينكتب اسم العروس على الكرت؟ بتضل هي اراء شخصيه بس. انت بعرسك ايش عم كتبت؟ بس كتبت للاناء، يعني للاناث اللي بودوا، عرفت كيف؟ مش لأيوة اهل العروس. يعني لاهل العريس وكذا والناس الثانيين لا ما كتبت الاسم. هي العروس اللي بتكتب الكرت، هي اللي بتكتب اسم العروس، عرفت كيف؟ شكرا شكرا، يعطيك العافيه. بدي اسال لحضرتك، في بنت تزوجت قبل هيك؟ طب هلا ان شاء الله على خير، يعني بنتك لما تتزوج بتوافقي انه ينكتب اسمها على كرت العرس ولا ما بتحبي ينكتب انه كريمه وخلص؟ لا عادي ينكتب اسمها، شو يعني؟ في ناس بيقولوا انه عيب، كيف نذكر اسم ست؟ ليش عيب؟ ليش عيب يعني؟ ما في عيب. اذا ليش تسمت يعني؟ ما انا ما تسميهاش من الاساس، ما تسميهاش وخلص، بتضلك تقولي كريمه. نعم. ولا وين حق المراه في الاسلام اساسا؟ اذا كرمها في اسمها بدنا نلغي اسمها يعني؟ بس فقط لا غير. يعطيك العافيه. ولا انا عادي ينكتب اسمها. شو بتردي على الناس اللي بيقولوا لا انه عيب ينكتب اسمها وعادات تقاليد قديمه؟ واحد حر برايه يعني، بس انا بالنسبه لي عادي يعني ينكتب اسمها، ما في مشكله. شكرا، يعطيك العافيه. سالنا كثير من الناس عن موضوع كتابه اسم العروس على كرت الدعوه، هل انت مع او ضد كتابه اسم العروس واشهاره او استبداله بمصطلح كريمته؟ شفنا انه في كثير من الناس حكوا انه ما في مشكله انه تنذكر اسم العروس، مع انه بعض الناس قالوا احنا بنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا ويجب عدم ذكر اسم العروس، لكن المعظم حكى احنا بنسميها لحتى نفتخر باسمها. كانت معكم اسراء حسن، حقيقه دوليه.